كل الوحدات تعبانه من المستوى الرابع. المكان برج فيسك. فيسك كابتن واتانابي، خلصت منهم ولا لسه؟ لا، احنا في برج فيسك بس لسه مستنيين التصريح. ممكن انبسط معاكو؟ انت عارف المحامين عنده عاملين ازاي، لازم نهرب من الثغرات. يلا يا يوري، انا مستني ده من 8 سنين. عايز تساعد بجد؟ روح تايم سكوير، من الواضح ان رجالته بيحاولوا يمنعوا رجالتي يوصلوا للموقع. ماشي خلاص، قربت اوصل. باركر، انت فين؟ لازم نواجه العرض على الاقل مره قبل وصول اللجنه. ايوه اسف، بحاول احل مشكله شخصيه. هوصل بسرعه، وعد. لازم اخلص بسرعه واروح شغلي الحقيقي. شكل يوري طلبت الدعم. جرعه الم صباحيه. بحذركم، عايز اضرب حد النهارده. الزبون اللي بعده. شغل عنده ناس كتير قوي. سبايدر مان، ايه وضعك؟ قربت اخلص، وانتي؟ قربنا ندخل. قربت اوصل، مش قادر استنى لحد ما اشوف ويلي والكلبشات في ايديه. اوكي يا يوري، كله جاهز. بيحصل ايه؟ يوري، يوري، بس ما يستسلمش بسهولة. همشي بقى. قوم بشغلك. يوم يومك يا ولد.
انتبهوا. ايه رايح فين؟ امسك، افضي الطريق ورايا. امسك. لازم تخليه على الحوض. يؤسفني اقول لك بس شكلك ما فهمتش ده يا حبيبي. شكرا على دفعه الثقه يا رجاله. انا حسيت بايه؟ هي دي اكيد بيئه العمل العدائيه. لازم اخلص من المسلحين. شكلي خلصت عليه. يلا يلا دول وقفوا الاسانسير، خدوا السلم. بفضل الاساليب المباشره. سبايدر مان وضعك ايه؟ انا طالع الادوار اللي فوق، يا ريت ما حدش يركب الاسانسير. طياراتنا بتضرب بالنار، تقريبا في مسلحين ماشيين ورا فيسك في كل دور. هو يائس عشان كده بيضربنا بكل حاجه. انا لازم الاقيه وانهي ده. مش دلوقتي، سمعنا شوية كلام بيمسحوا كل السيرفرات. احنا محتاجين الدليل ده علشان نتخلص منه تماما. تمام، على اوضة السيرفر. مي بتتصل، لازم ارد. اهلا يا عمتي مي. ايه الدوشة دي كلها؟ بشوف فيلم بطل خارق. ايه الاخبار؟ بأكد على ميعادنا بكرة بالليل على العشاء. طبعا، بصي انا لازم اقفل. ماشي، بحبك. انا كمان. السيرفر قبل ما الأدلة تختفي. لو دخلت من هنا هيدمروا كل الأدلة. لازم أدخل من غير ما حد يشوفني.
يلا بينا. كأنه مخصوص ليا بالذات. صحيح فيسك مجرم قذر، بس فتحات التهوية عنده نظيفة. بسرعة، الزعيم عاوز يفتح كل حاجة، ما اقدرش اتحكم في سرعة الحل. لطاف جدا وهم مش مركزين. ايه الوضع؟ مساحة نصها ليا او اتنين كمان. إيه الشرطة عارفة مكاننا؟ ما تقلقش من اللي بره. هو ده الدعم الفني؟ نسيت الباسورد. ما يقربش الوحدة التحكم. انا عاوز اعلم عليه. بطلوه. تحذير، لقد اقترب الحذف الكامل. بطلوه، لسه التفتيش مخلص. وانا اللي كنت فاكر الاي تي في شغل جلسين. لما نشوف كفاءة الأمن عندهم عاملة إيه. يا جماعة انتوا نسيتوا برنامج التصحيح الأخير. بتستخبى في أوضة الخدم. ده جوه. حتى لو منك. غريبة من حد بيحذف تاريخ البحث بتاعه. بعد السنين دي كلها هتفضل زي ما انت حتة عيل جاي. صح، بس جزء من جاذبيتي مش كده؟ بلاخيرة. اكسروا الباب ده دلوقتي. دمروا كل حاجة. لا يقدر. بص حواليك، انا اللي عملت كل ده. قول لي بقى انت عملت ايه. عارف في مرة كده خلصت على مجرم مغرور متكبر قبل ما ابدأ فطار. من غيري الرسالة اللي كنت مسيطر عليهم هيخربوا الدنيا وهتبقى غلطتك انت. كان طريق طويل وصعب يا فيسك، بس زعلان انه خلص. دي مجرد البداية بقى. طيب استعد بقى للحفلة. يوري في انفجار لسه. شفته، يمكن يكون فيسك لغى من المكان كله. هبعت وحدة القنابل. هتأكد ان محدش في طريقهم. اقتلوه والا سعيد هيقتلك. انتشروا. بتحب الالعاب النارية؟ عندنا كتير منها. انا مش هبعد عنك. شكلي خلصت عليه. طريق سالك. يلا. اهلا. اعتقد ان القنابل جزء من خطة هروب ويلي. شكلهم محبوسين. روح وراهم وهندور على القنابل. حاونا اي حد. فضوا المكان، اخلوا المبنى حالا. هلاقيهم. سبايدر مان، مش بنتحرك، متحاصرين. هرفعها ولما تتحرروا اخرجوا. لو قادرين تمشوا ساعدوا المصابين. اتفقنا؟ شكرا. نجح. اتحرك
تمام يا ويلي، جاي لك في الطريق. سبايدر مان، أنا يوري. إيه الأخبار يا كابتن؟ مش الأحسن، الطيارات بتاعتنا اتهجمت، اضطرينا لهبوط آخر طيارة. لو فيسك جاب طيارة مش هنقدر نمنحها من الهبوط، ومحدش هيلحقه لو طار بعيد. أنا ليه حاسة إن هو ده اللي كان بيخطط له طول الوقت؟ عشان يمكن ده صح. يوري ابعتي الإسعاف هنا بسرعة. بنحاول. حاسبو، حكايتك خلصت. أنا كفاية قوي هنا. صواريخ تاني؟ ده تبذير، مش شايف كده؟ انت خدت غلطة كبيرة. الحاجات دي اتعملت من ايه؟ ايه؟ ده اليوم الوطني للصواريخ مثلا؟ ازاي فريق القنابل عدى ده؟ هنا اقتلوه. هدي نفسك شويه، في كفايه للكل. أتمنى يكونوا بخير. انتوا كويسين؟ احنا كنا لسه هنطلب الدعم حالا. انا الدعم؟ ورينا الطريق، هنكون وراك على طول. انتبه يا زعيم. كنتوا رجالة فيسك طول الوقت؟ ما دلوقتي الفكرة دي مش هتخرج بره دماغي. امسكوه. يعني خطتكم ما نجحتش، يبقى الخطة التانية الضرب في الوش. لسه ضربه من نار. يا يوري، بعض رجالتك اشتغلوا لمصلحة فيسك. الخبر الحلو انهم دفاع ويلي الاخير. انا دلوقتي برا مكتبه. خلص عليه حالا بكل سرور. تكتب مذكراتك؟ ما تنساش تكتب الشرطة بين سبايدر ومان. جهز الهليكوبتر، أنا مش هتأخر.
أنا فعلاً مندهش إنك عملتها، بس غباءك هينتهي دلوقتي. أنت عارف إني لسه شايفك صح؟ مستحمل وقاحتك 8 سنين. ليه أنا؟ ما كنتش تتعب نفسك. هستنى فرصة مناسبة. بتتعمر تاني. تمام، حالا. بتعمل ايه؟ ازاي ده حصل؟ ايه المشكلة يا ويلي؟ انت متعصب؟ انا هدمرك. اتأخرك. دلوقتي خلصت. ده اداني فرصة. يا مزعج يا ممل. الموضوع هيخلص قريب. انت كل حاجة فاسدة في المدينة دي. انا كنت هقولك نفس الكلام. عارفين هتعملوا ايه؟ عصفور. الكل يهجم. ابعد عن شبابك يا اخبية. ده فعلا سريع اوي. انا مش عايز اي اعذار. انتشروا. تعال هنا يا رقاص يا ملعون. وانا بديكم فلوس ليه؟ احمو الزعيم. لا اخبية. هي فين التعديلات؟ هتموت زي ما عشت من غير فايدة. هتأخرك. طيب نبوس بعض دلوقتي؟ يمكن بعدين. أخيراً هتروح سجن رايكر. ها؟ عارف انت هيكون لك اعداء اكتر مني هناك. كنت فاكر اني هبذل اي جهد علشان اخلص منك. اوب لازم امشي. هي حظ سعيد يا ويلي. حاسس انك هتحتاجه.
غبي، انا اللي حافظت على النظام في البلد دي. شهر واحد، شهر واحد بس وهتتمنى ان نرجع من تاني. كينج بان رايح السجن، نهاية عصر. انا لازم احتفل ويمكن اخد لي اجازة. باركر انت فين؟ اللجنة هتوصل قريب، لازم نفحص المعدات. قرب توصل بعد كذا مبنى. انا هعمل ده بنفسي. لا بلاش، ده مش امان. عجبني حماس الدكتور ده قوي، بس اوقات ده بيوقعه في مشاكل، احسن لي اوصل قبل ما يأذي نفسه. لا بلاش، ده مش امان. عجبني حماس الدكتور ده قوي، بس اوقات ده بيوقعه في مشاكل، احسن لي اوصل قبل ما يأذي نفسه.
آسف إني اتأخرت. كنت واو. بدأتم من غير مدير لجنة المنح قرب يجي. ما تقلقش يا بركة. أنا اللي اخترعت الآلة دي وهتعامل معاها. جهاز تحليل الطاقة. يا خبر. متهيألي لازم نلغيها. لسه شوية. استنى. دكتور أوكتافيوس، أنت كويس؟ فشلنا تاني. بس قربنا. حد اتصاب؟ لا، بس دي غلطة. مستويات الطاقة عدت كل توقعاتنا. من وجهة نظر معينة ده تطور إيجابي جداً. ده مش إيجابي خالص. أأكد لك المرحلة الجاية. خلينا ما نسبقش الأحداث. ممكن نناقش ده في مكان تاني؟ ممكن تاخد باقي اليوم أجازة يا بيتر. بس هنتكلم بعدين. دي كارثة فعلا. ازاي الجهاز يبوظ؟ انا عارف ان الدكتور قال لي اخد اجازة، بس انا لازم اعرف سبب المشكلة. شكلك مش كويس يا صغير. خلينا نشوف كده فيك ايه غلط. دايرة الكهرباء اتحرقت. يا دي النيلة، أنا لو كنت هنا وشفتها كنت لحقتها.
لقيتها. طيب انا لازم اغير توجيه معزز التحكم. جميل. طيب ايه بعد كده؟ ودلوقتي نعيد تظبيط الفولت. خلصت. هنشوف لو ينفع ده. حلو قوي. الدكتور كان بيجرب مواد جديدة للأطراف الصناعية، طلب مني مراجعة شغله لو عندي وقت. لما اعمل كده دلوقتي؟ الدكتور جرب مادة توصيل جديدة للأطراف الصناعية. الهيدروجيل بوليمر ده مادة مركبة قوية بس مقاومتها عالية. الأحسن إننا ننصح الدكتور إننا ندور على مواد تانية.
تمام، لازم اخرج من هنا قبل ما ابوظ حاجات اكتر للدكتور. أنا يوري. هو فيسك وصل رايكر؟ مش رايكر، ابننا لازم يتعامل زي المهمين. هو في رافت. انضم العقرب وإلكترو والباقي. فيسك لازم يتكرم، دي شركة محترمة. انت ممكن تعدي عليا في القسم، حصلت مشكلة وعايزين نستفيد من مهاراتك المميزة. عشانك يا يوري انت تأمري. انا في الطريق. حلقة جديدة من برنامج دي الحقيقة هتتعرض. يا ترى أكبر معجبيني شايف هزيمة فيسك إزاي؟ برنامجكم الحقائق فقط مع جي جونال جيمسون. هنتكلم عن القضايا اللي بتشغل البلد مع الفائزين بجائزة بوليتر. مرتين. للمرة الثانية محرر سابق في ديلي بيوجل يفوز بالجائزة. أهلاً، خدوا كتاب. وإزاي؟ معودناكو لو طلبتوا كتاب السيد جيمسون سبايدر مان تهديد ام خطر في خلال 24 ساعة هتاخدوا نسخة موقعة من غير رسوم اضافية. من غير شخصنة ما تطلبوش، مش هتاخدوه. اهلا وسهلا بكم في الحقائق بس مع جاي جونا جيمسون، وبنحذركم من مصايب انتم ما تعرفوهاش لغاية دلوقت. خلينا نستقبل المكالمات على طول، اتفضل. مش من غير سبب، انت لازم تقدر سبايدر مان عشان هزم ويلسون فيسك، مش كده؟ اننا نخلص من زعيم عصابة تاني ده افضل للجميع. صحيح، قولي انت ضابط شرطة؟ نائب عام؟ طب يمكن مراسل حصل على جوائز وعندك خبرة ومخاضرة في المهنة زي مثلا؟ لا انا سباك. تمام، طيب خليك في خبتك واخرج خالص. خليني اوضح لك حاجة بخصوص زعماء العصابات. اول لما واحد منهم يقع كل واحد تافه عنده سلاح ولبس رياضة ودرج مليان سلاسل ذهبية هيعمل نفسه زعيم الجاي. هيبقى عندنا حرب عصابات في الشوارع، لكن هل ده يهم الاحمق اللي راسه فيها شبكة؟ طبعا لا، اصله خلاص طلع في التلفزيون وده المهم. ممكن اجيب الانابيب النحاس من العمولة دلوقتي، وفي بداية حرب العصابات دي انا هكون في صف صاحب الرأس الشبكية. وهتغني بطريقة مختلفة خالص لما تلاقي ثلاث عصابات يغرموا ثلاث أضعاف المبلغ ثمن نفس الأنبوبة، أو ببساطة تكسر رجليك. باي باي. في يوم من الأيام يا جونا هخليك تقول كلام حلو عني. يوم من الأيام. دلوقتي بعد ما بطلت تدخين هتقولي ايه للناس لما تيجي هنا؟ انا عايز استريح من تفاهاتهم كده. عدل، ها اتصلتي ليه؟ عايزه ميعاد حفله الشرطه؟ عندك بدله ابيض في اسود؟ مفيش حفله السنه دي، صرفنا كتير على دمج تقنيه مراقبه اوسكار. الموضوع يستاهل صح؟ كان يستاهل لحد ساعه فاتت. النظام كله وقع في كل المدينه وفي كل برج. ازاي؟ قالوا لي ان في حد اخترق السيرفر الرئيسي وكل الابراج مفصوله. عمل داخلي؟ ممكن، هكتشف ده بعدين. عايزين نرجع الابراج دي ونوصلها تاني بسرعه. عشان كده كلمتيني؟ انت لطيفه. انا كلمت شخص واثقه فيه، كمان الاشارات مشفره وما نعرفش بتتصلح ازاي. بحب التحدي. اللي تكسره تصلحه. افتكرتك وثقتي فيا. لما نبص على البرج ده، أشرطة الإدخال اتنقلت بإتقان. البرج اشتغل دلوقتي، أنت اللي شغلته؟ مش بس لابس قناع ولا إيه؟ أيا كان اللي عملته، هل ممكن تعمله في باقي الأبراج؟ طبعا، بس عشان تعرفي لازم اظبط البرج عشان اصلحه. انا شايف كل البيانات الجنائيه في المنطقه دلوقتي، شكل في اقتحام حصل قريب. جميل، في وحدات قريبه. ما تقلقيش انا مسيطر.
يلا احمي ظهري. متأكد ان الرجالة دي ما نسيتش مفاتيحها. تمام خلصت. شكرا. انا شايفة ان في هجوم بيحصل جنبك. انت محظوظة يا يوري، المحقق الجامد ابو شعر ابيض المفضل ليكي هنا في البلد. ايه لا لا، انت وعدتني انك مش هتعمل الضابط العنكبوت. ارجوك لا. انت اكيد الخاينة. ابعد يا مسخ. ايوه هي المختارة. قلتلك ابعد. سيبني في حالي. اهدي بس يا مدام. ابعد عنها. سبايدر مان. امشي دلوقتي وإلا هنقتلها. سيبني. كله تمام يا فندم. عرفت ان جيمسون كان غلطان في حقك. انت غريب شوية بس قلبك حنين. هل عندك مكان تروحي؟ باخد بالي من نفسي. انا متأكد انك تقدري، بس احتياطي في مكان اسمه مركز فيس. فهمت. انا مش عايزة صدقة. بيعملوا احسن كيكة في البلد، معروفين. ماما كانت بتعمل لي من دول، ما كلتهمش من زمان قوي. هشوف الموضوع ده. شكرا يا سبايدي. انا سبايدر مان نوع. انا لازم اشوف البرج التاني من هناك. من مكانه العالي الضابط العنكبوت بيتجسس على وجهته. برج مراقبة تاني. انت بتتكلم عن نفسك كأنك حد تاني؟ ايه؟ لا اكيد لا. القائد عمره ما فهم الشرطي العنكبوت، افتكروا سلاح طايش. انا ندمانة فعلا. أنا أقدر أعدل الأبراج دي عشان أتابع حاجات أكتر من الجرائد.
شيء هايل. الأبراج لقطت كل إشارات الراديو دلوقتي، ومنهم واحد جنبي. إيه ده؟ واو، شنطة مدرسة قديمة من أيام سنة. كنت نسيت إني حطيت فيها نقطة تتبع. كم واحدة متوزعة حوالين المدينة؟ ده المنيو من أول ميعاد حقيقي ليا مع أم جي. سامعني؟ في سرقة حاصلة في مبنى قريب. الضابط العنكبوت هيتصرف، نص راجل نص عنكبوت، كله ضابط. افتح! ها شباب! سبايدر مان! اقتلوا! مجرمين اكتر؟ شباب لو اشتغلتوا بالجدية دي في وظيفة حقيقية مش هتبقوا مجرمين. هتندم على كل ده يا تمام يا يوري، هصلح اخر برج في الحي الصيني دلوقتي. مش انت قلت الضابط العنكبوت هيصلحه؟ كنت بفكر بس يا يوري، حفظ الأمن أمر سهل، والشرطي العنكبوت هو مش شخص مبتدئ أبدا. أرجوك روح مكان ما كنت فاكرك رايح. من النهاردة الضابط العنكبوت طلع معاش رسمي. شكرا بجد، عايز أشرب. هنحتفل كلنا الليلة يا يوري على شرف الشرطي العنكبوت الدؤوب. يوري يوري انت هنا؟ يوري انت سمعاني؟ شكلها غرقانة في مشاعر اللحظة دي. حاجة زفت من
ينفعش اخلي الناس تصورني وانا بشعر صدري كده. ادوات تصليح البدله في المعمل. يا ترى دكتور اوكتيفيوس راجع تاني؟ دكتور حصل ايه مع اللجنه؟ اسف قوي اني لخبطت الدنيا. عادي يا بيتر، هما قلقانين عشان قربوا من النجاح. هيئته بيعملوا كده دايما. لازم ارجع المعمل انظفه؟ لا انا هخرج اتعشى، هنكمل بكره. استراحه ونرجع لصناعه المستقبل. نفسي عبي وبيع تفاؤل الراجل ده، شكله مش راجع المعمل النهارده. هشتغل بقى انا على بدلتي في السرعه. شكل الدكتور مشي، ده وقت شغل العنكبوت. باركر! دكتور اوكتيفيوس، انا ايه اللي معاك ده؟ اكل صيني؟ لا اعرف انك هنا. شغال على ايه؟ مجرد مشروع جانبي. طبعا ده انت. انا مش فاهم انت بتتكلم. اوه بقولك ايه يا باركر، دي واضحه. طيب خليني اشرح. كان نفسي تقولي قبل كده. كنت عايز اقولك بس خفت على عيلتي تكون في خطر لو الحكايه اتعرفت. ايوه اعتقد لو انت اللي صممت اجهزته هتبقى مستهدف زيه. ايوه تمام. ما تقلقش سرك كبير. ماشي هسيبك ليها. شوف إيميلك. أتمنى ما يكونش الدكتور طردني. بيتر، تصميم بدلة سبايدر مان كعمل إضافي هو ده مصطلح صحيح؟ بيفكرني بمميزاتك كرجل وشريك ليا، فمهما أخذ منك شغلك من وقت وجهد بتلاقي وقت لمساعدة الناس دايما. لو ما تتضايقش أنا لاحظت إن البدلة متبهدلة شوية وقررت أصلحها وأضيف عليها شوية تعديلات. أضفت لها شوية حاجات بأفكار لتطوير بدلة سبايدر مان علشان تحميه بشكل أفضل. متحمس جدا للي هنعمله مع بعض لتغيير العالم. شريكك وصديقك أوتو. عنكبوت أبيض ها؟
أكيد ده هينفع. ورجعت زي الأول. لما تقبض عليه؟ لا، دي واحد من أعماله القانونية. مستثمرين تانيين ما ينفعش نتصرف من غير قضية قوية. هي وصلت دلوقتي صح؟ عشان كده بتمنى انك تراقب الأماكن دي وتقولي على طول أول ما تلمح حاجة مريبة. معاكي، هكون سبايدر مان متطفل الحي عشان يوري. أنا في موقع يخص فيسك الأعمال البناء، شايف رجالة كتير هنا شكلهم مش بيبني. هما بيعملوا إيه؟ أنا هكتشف الموضوع. رسالة وصلتني من الدكتور، يظهر إنه بعت فكرة لجهاز جديد لسبايدر مان. هو الراجل ده مش بيوقف اختراع أبداً؟ واو، شكل الموضوع كده هينجح. هايل، الدكتور هيكون فخور. مش مصدق ان سبايدر مان انتصر. الموضوع ده هو هعلمك حاجة. اللي فاكرنا ضعاف دلوقتي. سبايدر عور فيني. انا شرطك. ابعدوها. كسروا عظمي. خلص عليه عشانك. الزعيم عايز راس سبايدر. انتشروا. اخلص عليه. كسروه. ابعدوا عن الطريق. يا ابو سهيل منك وانا كمان. عددهم زاد. هتخلص عليه عشان سبايدر مان. واضح ان احنا قدرنا نقبض على 4 تجار اسلحه غير قانونيه في محيط 3 مباني. مهربين اسلحه، خلينا نشوف لو اقدر اقطع عنهم الامدادات. شكلهم طلبوا من زمايلهم انهم يجوا.
وزعلت عليه. راجل وقع برضو. أهلاً يا رجالة، أهلاً في الحفلة. قواعد المنزل، سيبوا جزامكم عند الباب، ولو ما كنتوش لابسين شرابات في الحالة دي اشتروا الشرابات الأول. انت بتحذر معايا؟ الزعيم عايز يخلص عليك. انتشروا. حد عايز يستسلم؟ مفيش؟ هتحس كده بالوقت. داني لسه هعلمك حاجة. مش ممكن يبعدوها. المكان اتقفل يا كابتن، الحقيقة اتغطى بالشباك. اخيرا حد بلغ عن صوت اطلاق نار، الشرطة بتتحرك في الطريق. برافو عليك. فيسك عنده مواقع بناء كتيرة في المدينة، أكيد بتطل على الشارع. خلي بالك كويس وبلغني لو شكيت في أي حاجة. لو عايز ألاقي مواقع البنا بتاعت فيسك لازم أظبط برنامج تنظيم الخرائط عشان يبقى أدق. المفروض إن نشر خريطة على صور المعالم المشهورة يكون مفيد. وعارف المفروض أبدأ بمين؟ امباير ستيت الجميلة، قد ايه بحب المدينة دي. ده وقت التصوير. كده كفاية، لازم أظبط الخريطة تاني. بقالي كتير ما صورتش من ساعة ما سبت بيوبي، نسيت الانبساط ده. لازم أركز على معالم تانية صورها. ده مستر لي. اهلا بيتر، انا مارتن. كنت عايزك تعرف بس اننا محتاجين وقت نستعد لحفله مايو. تقريبا توصيل الكيك هيتاخر في الزحمه. اكيد
قول لي بس لما تجهز وانا هاجي. تمام، هكلمك بعدين. تمام، عندي وقت فراغ، هشوف ايه اللي بيحصل في المدينة. خوش انا هنا. في العادي بستخدم الشبكة. كابتن واتانابي ادتني نمرتها لما اهلا مستر لي. بيتر احنا جاهزين للحفله، وقت ما تكون جاهز نبدا. هايل، انا جاي. بلاغات عن سرقه، محتاجين ضابط في الموقع، مطلوب ضباط في الحي الكوري. اهلا يا استاذ ماجنز، لو ده بخصوص الايجار. استاذ باركر، المكالمه دي ثالث واخر تحذير ليك، اجراءات الاخلاء. استنى، انا هقبض اخر الاسبوع، ممكن اجراءات الاخلاء هتبدا يوم الجمعه الا لو سددت كل الفلوس قبل ما يخلص وقت الشغل. سلام. ايوه، يوم جميل. شكل مستر لي في المطبخ بيحضر للحفلة. طب وكلبي؟ اهلا بيتر. هاي بيتر، عامل ايه؟ اهلا مارتن، اسف اني اتاخرت. في الوقت المناسب، شتتها لحد ما كل شيء يبقى جاهز. تمام، فهمت. هي عمتي المفضله اهي. بيتر، ايه المفاجاه الحلوه دي؟ اساعد؟ ايوه طبعا، في صناديق تقيله. لا لا لا، اقصد لسه، قصدي انا جيت انا بس كنت عايز اتكلم. تمام،
ماشي. بيتر، انت في مشكلة؟ عايز فلوس؟ لا، هو انا متأخر شوية في الإيجار، بس لا لا انا كويس. مشاكل بنات تاني؟ ايه؟ لا ده جنون. اتمنى علاقتك بإن جي تستمر، دي بنت كويس. هي فعلا، بس انتوا ممكن تخلفوا اطفال حلوين. واو. بيتر، ايه الموضوع؟ يلا ممكن تقولي. الكام سنة اللي فاتوا انت ساعدتيني في الكلية وفي الشغل، انت ضحيتي كتير قوي وما طلبتيش اي حاجة. بتمنى يبقى في ناس كتيرة زيك في العالم. هو على حق، من 5 سنين انت جيتيلي هنا وقلتيلي ان انقاذي للناس كان مصدر الهامك، ودلوقتي انت اللي بتلهميني. شكرا ماي على كل شيء، في صحة سنين خدمة كتير. شكرا مرة تانية على كل حاجة. بتمنى لو أقدم لك أكتر. تمام، ماي كانت تقولي لو ساعدت حد. كأنك ساعدت الكل. نخلي ماي تروح مبنى البلدية وتقول كلمة مع العمدة. لازم أمشي. شكرا تاني على الحفلة وكل حاجة، ده كتير بالنسبة لي. رسالة صوتية من يوري، لازم أشوفها بره. لازم أخرج من هنا قبل ما رسالة صوتية من يوري. ازيك، الانذار الصامت بتاع مزاد ممتلكات فيسك اشتغل، تعرف تشوف فيه ايه؟ بهدوء، مش عايزة دوشة عشان لو الموضوع طلع هايف. بيع ممتلكات فيسك؟ شكله متعة. يا ترى كينج بين مخبي ايه في خزنته؟ على الضباط الاستجابة، بلاغ عن عملية تجارة ممنوعة. المكان المنشود قرب شمالي ميد داون، حول. بيتر، أنا مش لاقيك في الحفلة. كان لازم أروح المعمل، أنا آسف. ما تعتذرش، اللي قلته فرق معايا جدا. انا بسأل دايما لو انا كانت معاملتي معاك كويسة. كفاية اسئلة، بعد ما اهلي وعمي بان ماتوا كنت هنهار اكتر من مرة لولا انك فضلتي جنبي. تمام، ده شعور متبادل يا بيتر، كنت عاوز اتأكد انك عارف ده. بس ماي انا مش عارف اقول ايه. اظن ان السيد لي محتاج مساعدة، هروح. صبري يخلص. الملف موجود فين؟ في حد تاني هنا، هم اكيد اخدوا الاقنعة دي. مين الناس دول؟ مفيش اي حد هنا غيرنا، احنا هنلاقي الملف والا هتموتي. الوضع سيء،
هيقتلوها لو نبهتهم. لازم استبعدهم بهدوء. يوري، الانذار الصامت حقيقي، مسلحين مقنعين ورهينة واحدة، شكل في عملية سطو هتتنفذ. تمام، هبعت لك قوات، ما تخليش الدنيا تبوظ لحد ما يوصلوا لك. هعمل كده. لازم اتحرك بهدوء، مش عايز انبه التانيين. شكلهم بيرتاحوا هما ملفوفين بالشبكة. أنا لازم ألفه من فوق. بالراحة. اقعد هادي دلوقتي. في حد جاي هيشوفوني هنا. بصبر كتير. متأكدة ان في حد تاني هنا؟ اكيد معاها الملف. لو هم هنا هم فين بالظبط؟ ينجين زين دادين يو كايلا وتي تيشي شوشا. هي ايه ده؟ دي اكيد بتاعت ولا حركة. عارف لو باخد فلوس كل مرة يتقال لي ما تتحركش. اهلا بيت. ام جي، انت بتعملي ايه هنا؟ زي ما بتعمل، بشتغل او كنت بشتغل. اعتقد ان ده بتاعي. ايوه شكرا. روبي خلاكي تغطي الاقتحام لصالح بيوجل؟ تمام. روبي ما يعرفش ان انا هنا فعليا، وما كانش اقتحام لحد كام دقيقة فاتوا. خلينا نشرح. انا اسفة. اهلا، انا ماري جين واتسون وبغطي بيع مبنى فاسد. اهلا. كريج قال هنعمل ده بكره. انا بحب اخد كل حاجه. طب انا مش هقدر، لازم ترجعي تاني بكره. تمام صح، انا اسفه.
هاي كريج. لا أسفة، بس شكلنا كده هنشوف حاجة تانية نغطيها. مش عارفة، ممكن القطعة التعبيرية؟ عارفة أنا أقدر أعمل شغل النهاردة. أكيد أنت هنا، مفيش أحلى من كده. شكرا كريج، ولا يهمك. تمام يلا بينا نبدأ. شوفي المكان وبصي على الحاجات، هستناكي جنب تمثال باكو لما تكوني مستعدة تبتدي. تمام. نبدأ بالجايزة، قطعة فريدة من كاكيمون باكو. جميل، هو ده المفوني؟ صح، الأستاذ فيسك عنده ذوق خاص. كنتي تعرفيه كويس قبل ما يتقبض عليه؟ في السياق المهني اهتميت بكتير من مبيعاته. خلينا نكمل من فضلك. دلوقتي القطعة الرائعة دي بتمثل تأثير قلوب تراشيكومي الفني بالحبر. تمثالين النيو رائعين، عشان كده فيسك بيحبهم، ده أسلوبه طبعا. حب الإزدواجية، صرخات التدمير، لكن الابتكار يعمل فيه صمت. كان في أي حاجة مش طبيعية في أي مبيعات مسكتيها عشانه؟ لا لا طبعا لا، على حسب معلوماتي لا. ابقي خدي بالك من شكل الذهب على طقم الشاي للاحتفالات. حد من اصحابي عند المدعي العام قال لي ان فيسك بيغسل فلوس من مبيعات الفنون. انا متأكدة اني معرفش حاجة عن الموضوع ده. انا عارفة، كنت بس بسأل بما ان اتقبض عليه لو لاحظتي في يوم اي حاجة غريبة. تعرفي في الحقيقة انا ما عنديش وقت خالص، خلينا نجيب صورة الغلاف طالما معنا وقت. لما قلت لصديقي عند المدعي العام اني بعمل حوار معاكي قال ان اسمك مألوف. خلينا ناخد الصورة بس، اقفي هناك. انت متأكدة انك مش عايزة تقولي حاجة مش بطريقة رسمية بخصوص انشطة فاسك؟ ما اعتقدش ان قرائك هيهتموا ب... مش ممكن، استني هنا لو سمحتي. لحظة، هو ده لازم اخد صورة، المفروض ده ما يبقاش هنا. اهلا كريج. كريج هكلمك بعدين. حبيبتي رأيي انك لازم تمشي. ممكن أدخل الحمام بسرعة؟ تمام، تعالي معايا. شكراً، ده المكان بجد حلو فعلاً. أكيد، وحتكون آخر مرة تشوفيها. حمام السيدات في الجنب، بسرعة. أكيد، هرجع بسرعة. اهلا يا كريج، كان المفروض تتصل لان الصحفيه اللي بعتها من الواضح انها مش بتكتب المقال اللي اتفقنا عليه. لا هي هنا دلوقتي. لازم ادخل الاوضه اللي ورا دي، لو ظني للتمثال ده في محله فدي هتبقى قصه كبيره قوي ليا. يعني ايه اضطر يحدد ميعاد تاني؟ لو دي مش صحفية من عندك أمال دي مين يا كريج؟ مين دي اللي في دار المزاد بتاعي؟ مش مصدقة. لا مش واثقة إنك ممكن تقدر تصلحه. أول حاجة هعملها إني هخلي الأستاذة المحققة الصحفية يتقبض عليها.
تاني حاجة هعملها اني هقتلك يا كريج. ياه دي زعلانة. ده بشكل كبير تهديد. اها طبعا كريج. صح. مش مصدقاك. في تتكلم معايا عن ده. فيسك بيستخدمه علشان يخفي أدلة. ليه الشرطة ما تقبضش عليه؟ عارفة ان التمثال ده بيتفتح. بس ازاي؟ اللي وراهم ده النيو. بس شكله مختلف. اكيد بتحس بالراحة مع فيسك. ده شكله شايل حاجة. التمثال بيتحرك. الوضعية المعروفة أكتر هي القوة الكامنة. بق مقفول، الدراع الشمال لتحت، الكف اليمين موجه لقدام. يمكن القطعة دي بتتحرك. الدليل كان فيه وضعيتين. بق مقفول، الدراع الشمال لتحت، الكف اليمين موجه لقدام. الدليل كان فيه وضعيتين. بق مقفول، الدراع الشمال لتحت، الكف اليمين موجه لقدام. الدليل كان فيه وضعيتين. بق مقفول، الدراع الشمال لتحت، الكف اليمين موجه لقدام. الدليل كان فيه وضعيتين.
البق مقفول، دراع الشمال لتحت، الكف اليمين موجه لقدام. في حاجة في ايد من ايديه. هو ايه ده؟ الدليل كان فيه وضعيتين، بق مقفول، دراع الشمال. جميل، قربت جدا، بس في قطعة ناقصة. أنا شفت دول قبل كده. في حاجة غلط. نورمان أوسبورن. هو ايه ده؟ ديفلز بريث. ايه هو ديفلز؟ ايه اللي لو سمحت يا فندم، ما ينفعش تكون وحش. التمثال فين؟ في جوه هناك. 把文件找出来。 كنت في طريقي خارجة لما شفتك. محظوظة لأنك لسه عايشة. ده اللي قاله اللي أنقذته من 5 دقايق. اسمع، أيا كان المقنعين دول عايزين الملف ده، بس مش هقدر أخرجه من هنا وإحنا متحصرين. طيب ماشي، استخبي هناك، انا هقضي على الاشرار واخرج لما امن المكان. خطة حلوة. مبسوطة اني شفتك. انا كمان، بس مش ده بالظبط اللي تخيلته عن لقائنا تاني. مضحك. ده بالظبط اللي تخيلته. هي غيرت بارفانها؟ ركز يا بيت، ركز. تمام، أكيد لازم أتخلص من الناس دول قبل ما أكمل. تمام يا بيت، أنا مستخبية جنب المدخل، قولي وأنا هخرج. هعمل كده. طب والملف ده؟ إيه جواه الناس دي عايزينه قوي كده؟ ملاحظات عن شيء اسمه ديفلز بريث، عينه فسك مخصوص عشان يبني ليه معمل سري.
مش واضح ايه هو الديفلز براث، بس فيسك خايف منه، بيشبهه بصندوق كبير مليان شر. مش اي حاجة تخوف فيسك، لازم نخرجك انت والملف من هنا. امسكي نفسك. لازم افضل ساكت. يلا بينا. خليك هادي يا بيت. اشتغل بهدوء. ايه ده؟ فيسك ده عنده حاجات كتير. كل اوضه في مره. اخلص من ده قبل ما اكمل. تمام يا بيت، انا مستخبيه جنب المدخل، قول لي وانا هخرج. هعمل كده. طب والملف ده ايه جواه؟ الناس دي عايزينه قوي كده. ملاحظات عن شيء اسمه ديفل سبرا. تمام يا بيت، انا مستخبيه جنب المدخل، قول لي وانا هخرج. هعمل كده. طب والملف ده ايه جواه؟ الناس دي عايزينه قوي كده. ملاحظات عن شيء اسمه ديفلز براث. عينه فيسك مخصوص عشان يبني ليه معمل سري. مش واضح ايه هو الديفلز براث، بس فيسك خايف منه، بيشبهه بصندوق كبير مليان شر. مش اي حاجه تخاف. يلا بينا. لازم افضل ساكت. خليك هادي يا بيت. اشتغل بهدوء. وإيدين وي دا تشنغ رنو.
تحوش. ايه ده؟ فيسك ده عنده حاجات كتير. لا سيبني بقى ام جي. بس لا استخبي. انتوا مش بتعاملوا الرهائن كويس يا شباب. واو، ايه كل الحاجات اللي بتلمع على ايدك دي؟ جماعة هو انتوا اشباح؟ ما حاربتش اشباح قبل كده. اقصد اني حاربت الاطياف، لكن زي ما انتوا عارفين الاطياف مش زي الاشباح. التمارين اليومية تمام. شكلها انتيكة. اعتقد ان اعرف حد يقول لي دي جاية منين. هبقى اشوف ده بعدين. لسه مكلمة كريج. مش انت المراسلة اللي بعتها ولا شغالة في فنون التراث؟ ما قلتش كده. هاي ماري جين واتسون ديلي بيوجل. انتي مش هتكتبي كلمة عن اللي شفتيه للتسجيل. تعرفي ايه عن الملف اللي سرقه المقنعين ده؟ معرفش. تعرفي ايه عن تاريخ البضاعة المسروقة اللي بيغسلها فيسك في بيت المزاد؟ محررك هيعرف كل حاجة من محامينا. ميك، وكأن الست شهور ما حصلوش. من امتى ميك بقى ايطالي؟ مش عارف، بس سعيد انه لسه بيعمل البطاطس المقلية. اكيد الافضل في المدينة. ايه اخبار الاضطهاد في بيوجل؟ كويس. تمام، استلمت النهاردة بالليل نص شامل من روبي بيتكلم عن التصرفات الغريبة. شكلي هقابل الفريق القانوني تاني. اول ما يقرأ المقال اللي هتكتبيه ترقيتك مضمونة. طيب المقنعين ايه رأيك؟ ليلة تانية في المدينة، ولا ايه رأيك؟ انا حاسة كده ان وراهم قصة. كفاية بقى كلام في الشغل. ايه الاخبار معاك؟ هو اترقيت ولا لسه؟ لا، لكن احنا على وشك حاجة كبيرة جدا تحصل. تعرف ان اوسكار ممكن توظفك بمكالمة لهاري؟ اكيد، لكن اعمال دكتور اوكتيفيوس هتساعد الملايين. انا في المكان اللي انا عايزه، اللي المفروض اكون فيه. شكلها اهم من وظيفتك التانية. ما سمعتكش بتتكلم كده. ست شهور تغير حاجات كتير. عزمتني ليه هنا يا بيت؟ انت عارفة مجرد عشاء ما بين صحاب. اصحاب ده اللي احنا عليه؟
أقصد ممكن نبقى أصدقاء لو ده اللي أنت عايزاه. في شنط كتيرة قوي هنا. طبعا، لكن هي دي حاجة وحشة، أقصد إن الأمتعة ممكن تشيل حاجات كويسة برضو زي الفلوس والمفاتيح ومرطب الشفاء. أنت فاكر انفصلنا ليه؟ ده سؤال مخادع مش كده؟ الصفارة أنقذتك. أكلمك بعدين؟ يلا. حابب أشوفكم مع بعض مرة تانية، انتوا دايما المفضلين عندي. اهلا، ده انا. هي ليه الوحدات نازله للتالت؟ صاحبنا القديم هيرمان شولز رجع تاني. شاكر، مش هم افرجوا عنه؟ تمام، بيتهيالي ده مش هينفع. بلاش قلق، هيرمان شخص جبان، هرجعه رايكر قبل اخر اليوم. لسه متعاشي مع صاحبتي القديمه بعد ما انقذت حياتها من المجرمين، ودلوقتي لازم اوصل لمجنون بيستخدم الكهرباء عشان يسرق الناس. حياتك طبيعيه جدا يا بيتر باركر. عمليه مطارده دلوقتي، مطلوب دعم. حادثه قريبه من تايم سكوير، تقدموا بحرص. بيتر، كنت عاوز اتاكد انك ما سبتش اي معدات من اللي بنيتها لصاحبك في المعمل. الموضوع ما يهمنيش اساسا، بس عشان لو لجنه المنح جت تاني. ما تقلقش يا دكتور، انا حريص ما سيبش حاجه هناك، لكن صديقي مقدر اهتمامك بيه، في ناس كتيره قوي مش بيحبوه. الراجل المهرج جيمسون وجمهوره التافه، الناس اللي بتحقق انجازات في العالم هم اللي ما بيسيبوش فرصه للتافهين دول انهم يقفوا في طريقهم زينا كده. كلام جميل يا دكتور، خلي بالك. على كل الوحدات الاستعداد، بلغ عن اعتداء، مطلوب ضباط في الحي الكوري. اهلا هيرمان. ده بجد؟ استسلم، مش هتلحقني ابدا. ده اللي انت قلته المره اللي فاتت. مش عايز اهديني، ده هيبطئني وبس. هايل، ده التفكير السليم. هتستخدم الفلوس في ايه؟ مهتم ليه؟ بصراحه مش مهتم، انا بحاول اخلق حوار. أنا خلصت كلامي. لكن الوضع كان هيبقى أحسن كتير لو اتكلمنا بأحاسيسنا. استنى، أنا نسيت، أنت ما عندكش مشاعر. يلا يا هيرمان، على الأقل كلمني علشان يبقى فيه تسلية. هيرمان؟ إيه؟ هو أنت بقيت بترد على شاكر بس؟ أستاذ شاكر؟
مسكتك. يلا نتكلم. انا اقول خلاص. بجد يا هيرمان، ليه بتسرق تاني؟ انت عارف ان الشرطة بتراقب كل تحركاتك. كلنا عارفين انك غبي، بس ما كناش متخيلين انك بالغباء ده. اكيد انت يائس، وده معناه انك مش بتسرق لنفسك، اكيد بتشتغل مع حد او لصالح حد. انت ممكن تقولي بنفسك او اضربك لحد ما تقولي برضو، الاختيار في ايدك. قلت اللي جاب. هيرمان، ما عندكش شخصية نهائي، بس بدلتك هايلة. ممكن نتكلم عن تفاصيل التصميم؟ حلو جدا يا سبايدر مان، عرفت أي حاجة عن الدافع بتاعه؟ حاولت، بس ما بيحبش يتكلم كتير، زائد إني حاسه بيكرهني. هو ده تأثيرك على ناس كتير. بس أنت بتحبيني، صح يا يوري؟ أنا أتحملك. ياه، يمكن دي أحلى حاجة قلتيها لي في الحياة. واضح إن عندي وقت فاضي، أعتقد إن الوقت مناسب علشان أبص في القناع. أوه، دي أم جي. أهلاً يا أم جي، صحيتي متأخر. بتابع بس اللي فات من الأخبار، الظاهر لقيت مغامرة حلوة عن شكر الليلة. بالظبط، بيحب المنافسة قوي. على العموم شكراً على العشاء، أنا مدين ليكي بإيه؟ خدمة بمقابل. لسه عندك القناع في المعرض؟ آه، في الحقيقة أنا في الطريق لمركز فيست علشان أسأل مارتن لي عنه. مارتن لي؟ ليه؟ اللي أنا أعرفه إن معاه شهادة في تاريخ الفنون. النهار طلع ومستر لي هيوصل هنا قريب، ممكن أكل وجبة خفيفة. عادة مستر لي بيكون في المكتب دلوقتي. بيتر، أساعدك إزاي؟ آسف على الإزعاج يا مستر لي. عندي صديقة ماري جين، هي صحفية، هي بتعمل قصة عن استيراد الفنون ولقت القطعة دي، هي عايزة رأي خبير فيها، وأنا عارف إن عندك شهادة في الفنون. دي المرة الأولى اللي هستخدم فيها شهادتي فعلا. خلينا نشوف. شيء مذهل. لقيتها فين؟ أنا مش متأكد الصراحة. ليه، هي إيه؟ طبق الأصل لقناع أوبرا صيني أثري، ما شفت ازايه من سنين. ترجمة الرمز ده تقريبا شيطان. شيطان؟ والدي كان بيقرأ لي قصص أشباح لابسين القناع ده وعليه رمز. كان الأمر مرعب.
بيتر، اسمع، القناع ده ممكن يكون له علاقة بأشخاص خطرين. خلي ماري جين تدور على قصة تانية. تفتكر إن هي في مشكلة؟ مش عارف ليه نخاطر. أهلا. الرمز اللي جوه القناع معناه الشيطان. الموضوع رعب مستر لي، عمري ما شفته في الحالة دي قبل كده. ده حتى قال لي إن أتخلى عن القصة. الاحتمال الأكبر. تفتكر أستاذ لي مخبي حاجة؟ لا أعتقد إن هو افتكر حاجة، عارف إنه عانى من طفولة قاسية. تمام، منطقي. الشياطين مش كده؟ اسمي شد. تمام، هبدأ كتابة، أشوفك بعدين. تمام، الموضوع مشي كويس زي ما توقعت. ما كنتش حاسة بالأمان في المخبأ التاني. عندي وقت أضيعه قبل ما الدكتور يحتاجني في المعمل. هعمل أعمال سبايدي في المدينة. لازم ادور على ابراج زياده عشان اشغلها. بيتر، السيد لي قال لي انه قلقان. انت متورط في حاجه خطيره؟ دي قصه ماري جين بتحقق فيها. ما تقلقيش، هتاكد انها هتخلي بالها. ارجوك قول لي انكم رجعتوا سوا. بنتكلم تاني، خطوات صغيرة. أتمنى ما ضايقش مستر لي. هو قلقان وبس. أنا اتأثرت بقلقه عليك، عرفت إنه بيحبك. هو معجب بتكريس مجهودك لمساعدة الناس. أظن إنك بتفكره بنفسه لما كان صغير. أنتوا الاتنين أيتام وأذكياء. يبقى الإعجاب متبادل. عندك مدير كويس يا ماري. أنا هعرفه ده. بحبك يا بيتر. الو بيتر، انا دكتور اوكتافيوس. اهلا، في ايه؟ العريف تكس دور جيل بروفر. انا نسيت خالص، قصدي لا ما نسيتش، لا انا بس حالا هبقى هناك. التاخير ده بقى متكرر. ايه يا باركر، انت احسن من كده. مع حق، ازاي ما انتبهتش للوقت. كل الوحدات، سرقة تجارية بتحصل دلوقتي. مطلوب ضباط في مدينة هاتسن.
لكل الوحدات بلاغات عن عملية المخدرات. تقدموا إلى تشيلسي بأقصى سرعة.